نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. اما الشيخ صفي الرحمن مبارك فوري، ايضا هذا تتلمذت عليه، قرات عليه في الكتب السته يعني، ومررنا على جمله منها، واكثرنا من الجامع، جامع الترمذي رحمه الله، وبعض كتب النحو والصرف المشتهره في بلاد الهند، وايضا في بعض كتب العقيده وغيرها. يعني لازمته حول سنتين تقريبا، وكان الشيخ يعني كثير الصمت، نعم، ومحب للسنة نصير لها. لما أذكر لما سألته عن شيخنا الشيخ ربيع، لأن الشيخ زار بقي في الهند سنوات في بنارس، تقريبا نحو 7 سنوات الشيخ ربيع كان هناك، وكان في ذاك الوقت أظن كتب الكتاب رسالة الماجستير بين الإمامين مسلم والدارقطني، وأول طبعة الكتاب هي التي عندي، أول الطبعات طبعة طبعت هناك في بنارس في مكتبة السلفية ببنارس في الهند. يقول وكلني الشيخ ربيع على الإشراف على طباعتها، لأنه تركها ورجع الشيخ، فأشرفت على طباعة الرسالة هناك. قال لا زلت أذكر كلمته رحمه الله، لم أكن أتوقع إلى حين أن أشرفت على الرسالة فهي تطبع أن الشيخ توغل، هكذا يقول، أن الشيخ توغل وتغلغل في علم العلل حتى هذه الدرجة، حتى أشرفت على هذه الرسالة وعرفت تضلعه يعني وتمكنه في العلم.